بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية يعني الواحد بيحس بالفخر والعزة بتواجده في وسط يعني الثلة اللي نحسبها، يعني دي بداية الكلام، السلة يعني المجموعة اللي نحسبها إن شاء الله يكونوا قادة، مش بس لأمتهم على فكرة ولا لهويتك ولا لعرقك، لا ده للأمة الإسلامية كلها. أنا أذكر في سنة 2002 كنا مع مجموعة من الشباب من القرى، كانوا لسه عاملين بداية مشروع صغير قد كده، تحفيظ القرآن أو إن هم يتعلموا الأطفال الصغيرين الشباب الصغير 7 سنين قراءة القرآن أو تعلم اللغة العربية ولكن من القرآن، قاعدة اسمها قاعدة النورانية، وكان لسه البداية في 2002. حضرت لهم محاضرة في 2002 وبعدين حضرت لهم محاضرة في 2012، 10 سنين بس، 10 سنين طلع شباب وجيل، بقوا أبو 7 سنين بقى 17 سنة، كل واحد فيهم حامل أهداف المشروع. فأنا كنت متخيلة صراحة أن العدد هيبقى فيه شباب وبنات، فكونوا أن هم يبقوا رجال فالواحد صراحة يعني إيه ازداد فخر وعزة بيكم. احنا كنت جاي اتكلم في موضوع كانوا كاتبين محاور كده، لكن طبعا انا كالعاده ما بلتزمش باي بتقبله. فخلينا نقول من بعد الواحد ما شافكم صراحه، لا نتكلم، احنا محتاجين نتكلم في حاجات بقى، حاجات عاليه. يعني شباب زيكم غربه ولك هويه او لك هويتين، يعني اللي اتربى فيكم في مكان ولكن جذوره من مكان اخر، وسبتوا ده وسبتوا ده وفي الاخر جيتوا في مكان تالت خالص، غربه. انا كشاب في الغربه ايه اهدافي؟ لو نيجي نسال ايه الاهداف، للاسف احنا عندنا المجتمعات العربيه بصفه عامه كل واحد بيجي نتكلم، انت خلصت جامعه؟ طيب هتشتغل ايه؟ والله لسه ده طالبين كده، طب نعلي السي في بتاعي؟ لا ده عايزين مش عارفه في اللغه مثلا شهاده معينه، فانا هاخد السكيلز ديت وبعدين ابقى اعلي السي في بتاعي. بعد 24 سنه بيبتدي يكون السي في بتاعه. غلط، اكبر غلط. السويد اعلى مستوى تعليم، وعندك البحرين وفي غزه موجود تطبيق النظام، وطبعا موجود في امريكا وفي كندا جزء مش في كل الولايات. ازاي تحدد هدفك وتشوف انت عايز ايه من سن كيجي؟ يعني هو من كيجي طالع وكل مرحلة بيختلف بقى، انا المفروض هطلع ايه، انا هعمل ايه؟ والله يا دكتورة انا بص بقى ما هخلص، يعني انا هخلص بقى، انا في جامعة اصلا، انا هخلص جامعة وبعدين اشوف لي شغلانة كده كويسة تمت بصلة للتعليم ولا ما تمتش مش مهم، المهم ان انا هخلص جامعة وبعدين بقى اشوف العروسة المناسبة وبعدين جوز وخلاص وتنتهي. اكبر غلط. ولا نعرفك انت مين، واحد عادي جيت الدنيا واتجوز وخلف وعمل انا فين البصمه؟ وان كان عند الناس تانية كلها هدف او مستهدف ان هو يبقى له قيمه او انه يعمل شيء، ده مر من هنا، ايه الدليل يا عم؟ شايف اثره، شايف عمله، شايف كذا، وده اللي بيبقى الاثر، والاثر الطيب طبعا اللي بتدعمه النيه الصالحه وطالما فيها رضا ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي بيدعم. لكن واحد ملوش اي هويه ولا له اي هدف غير ان انا زي اعزكم الله اي خلق ربنا خلقه تاني، انا اتجوز واخلص واشتغل وكده. غلط. انت ناوي تعمل ايه؟ انت مين؟ لكل عبد صيت في السماء، صيته في السماء بناء على عمله في الارض. صيت في السماء يعني اسم، وده يعني دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي يموت العبد تفتح له أبواب السماء أو لا تفتح، فلما تفتح له أبواب السماء ينادى بأفضل الأسماء اللي كان يحب ينادي بها في الدنيا. أنت صيتك في الدنيا إيه؟ ناوي تعمل إيه؟ معرفش لك يعني. طب خلص، طب بس ليه لسه؟ طب أنا هقهر نفسي ليه؟ عشان أنت راجل، عشان أنت بأمة. زي مين؟ زي سيدنا إبراهيم، كان أمة قانت لوحده. واحد بيقول يعني سبحان الله، ما كان سيدنا إبراهيم الخليل، الخليل يعني خليل يعني الصاحب يعني، أما الله عز وجل ملك الملوك القادر المقتدر الملك المليك يختار من عباده من عبيده، يختار واحد يقول ده خليل ده صاحبي، سيدنا إبراهيم. ليه؟ أول واحد وحد الوحدانية بعد سيدنا آدم.
الوحدانية، ما كانش فيه في عصر كل اللي كانوا بيعبدوا بقى اللي انتوا شايفينهم بقى الأصنام ومسمياتها. وصل ربنا سبحانه وتعالى بقلبه وكان أمة لوحده، راجل لوحده يعمل أمة. ليه؟ عنده عقل. لما اجي اقول لك انت محتاج زيادة وعي يا دكتورة، بس الحياة والدنيا والمشاغل وبعدين يعني الجو مش زي، لا غلط. مين قالك؟ مين قالك؟ الله أعلم مين فيكو كده بأسمائكم ولا بصوركم، الله أعلم مين فيكو. الله عز وجل كاتب له ده اللي هيحيي عليه الدين والأمة، وده اللي هيعز الدين والإسلام. هو أنت لما بتدرس ولا لما بتبقى في جامعة ولا لما بتخلص ولا بتاخد كارير معين، بس مستهدفك الدولار بقى بكام، اليورو كده، طب احنا بقى عايزين نزود عشان ايه الليمت بس عشان نعرف نتعايش. غلط. تفضل قيمتك في البره، في الفلوس وخلاص، هي القيمه في القرش وخلاص، لكن القيمه في العطاء. الكلام اللي انا بقوله ده هم لسه مطبقينه مثلا من اخر 20 سنه فاتوا، او ابتدوا يطبق في الدول الاوروبيه من بعد الحرب العالميه الثانيه، اللي هي ميكانيزم التعليم واليات التعليم. احنا بقى عندنا الكلام ده قايله ابن سينا، شوفوا من كم الف سنه، اسمها خريطه ابن سينا التعليميه. انا كواحده تربويه انا اقول وحنيت الاربع تسطر بتوع ابن سينا اللي كاتبهم دول اتحطوا في ذهب كده انتوا فاهمين اللغه بتاعتي الاول محمد الحمد لله، وتدروس بذهب كده وتتحط صراحة لكل أب وأم ومربي وتربوي وشاب عايز يعرف أنا ناوي أعمل إيه. أنا لو أقول لكم النماذج، أنا نفسي أجيب لكم نماذج طبعا يعني من العصر الحديث. ليه؟ لأن الواحد لما بيشوف طب ما غيري عرف ما نعرف، ما غيري قدر ما أنا كمان أقدر. يعني هو له مخين وأنا مخ، يعني هو له أربع عيون، لا لا لا، عنده مخ وعنده مخ. لكن الأهم من ده كله إيه؟ العزيمة. إن أنا عندي إرادة، أنا عايز أعمل حاجة، أنا عايز أكون مش بس نبراس لأمتي وكده. أنا لما اتكلمت على الهويتين أنا ناشئ في دولة معينة وحاسة متربي فيها 20 سنة ولا 15، أنا يعني هويتي فيها، لكن جذوري فين؟ المكان والبلد. لازم نعمل حاجة. طب ما تيجي نطلع بره، سواء اي مسمى، اي مسمى واي بلد، مش هسمي بلاد، ونيجي نقول انا 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 الاسلام امي وابي، انا عايز اكون واحد من اللي بيعز الاسلام. انتوا عارفين اللي بيعز الدين مكانته ايه يوم القيامه؟ تدعى كل امه بامامهم، يقتدوا كل امه لها امام معين. يقول لك الامام ده النبي، يعني احنا طبعا النبي عليه السلام كان، قال لك لا، اللي بيعمل خلق او سلوك او قيمه ويبقى هو فيها نمبر 1، مش نمبر 1 اللي هو الاغنيه بس، يبقى هو فيها رقم واحد، يبقى هو فيها الليبرو. انا اللي ياتي يوم القيامه بتاج عليه ياقوته يهتدي اليه كل الناس اللي لهم نفس الصفه والقيمه اللي هو غرسها. احنا عايزين نبقى كده، صفين ملائكه يجوا يستقبلوك، هو ده الباقي. وكونوا فاكرين الحياه والهيصه الميديا اللي احنا فيها، وجاي دلوقتي يقول لك احنا هنعيش في عالم افتراضي، خلاص مش هيبقى فيسبوك، هيبقى ميتا بقى، ونلبس نظارات ونعيش في واقع كله 3D ولا 7D، حاجه كارثه والله. طب اقلع النظاره يا عم وشوف الواقع اللي انت فيه والرمله اللي انت دايس عليها والطين اللي انت هتبقى فيه. لكن الناس في دماغها مهما كان وصل من تطور ولا من حياه، انت لازم يبقى لك بصمه، لازم. ولو سبت نفسك كده ريشة، عارفين الريشة في مهب الريح؟ أنا ريشة من ما توديني هنا رايح، والله قالوا الشغلانات دي اللي حلوة الأيام دي ماشي، الترجمان ماشي، مش عارفة السمسة أي حاجة بقى دي زي الدنيا ما تمشيني. لا، أنت المفروض تكون عارف إيه. للأسف زي ما قلت لكم الموضوع مش 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 مقتصر لبلد معينة ولا هوية معينة، لا، إحنا في الوطن العربي عندنا للأسف إلا ما رحم ربي يعني نقص في موضوع كسب المهارات ومن الصغر. انت بتحب ايه؟ فكان ابن سينا يقول لك ايه، مررهم 7 سنين، هو بيتكلم يعني طفل مميز، 7 سنين يعني طفل مميز، قال لك مرروا على المهارات والصناعات المختلفه وشوف هو بيحبها منه لنفسه ولا كان عشان ابوه وامه او عيلته او جده في نفس الصناعه فهو فاهمها. طب عنده الادوات اللي تساعده ان هو يكسب المهاره دي ويتنمى فيها ويبقى حاجه محترمه فيها.
كل الكلام ده المفروض من سن 7 سنين، وبعدين تشوف شغفك فين. كنت قاعدة مع مجموعة من الشباب بيقول انا مش عارف انا عايز ايه. قلت له يعني انت اهلك دافعين بالدولار بالالوفات عشان تخش جامعة خاصة، وعلشان وانت لا انت حاسس لا بالقهرة لاهلك ولا بالفلوس اللي مدفوعة ولا انت عايز ايه؟ بيقول لي مش عارف. طب يعني هندسة تميل؟ مش عارف. طيب ادبيات؟ طب حاجات مش عارف. دي كارثة. يعني ما توصل لسن 19 سنة 20 سنة ولسه ما انتش عارف انت عايز ايه، غلط. انا عايزاكوا المحاضرة دي تطلع منها بكذا حاجة. اول حاجة، انا عاوز ايه؟ ايه اللي بحبه او ايه اللي اقدر اعمل فيه؟ طب مش عارف، مرر نفسك، مرر نفسك على كل حاجة. لك في شغل الكمبيوتر تمام، لك في التقديم والعرض تمام، لكن انك لسانك حلو تعرف تتكلم والكلام ده، روح انشر قضيتك وتكلم عنها وقول والكلمة، ولا مش معاك الحق ما تخافش. لما نيجي نقول، لما عندنا من الصحابة كان في طبعا قدوات، بنتكلم مثلا عن واحد 17 سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال له قلت روح تعلم السريانية، تعلمها في 17 يوم لغة. احنا الناس بيقعدوا في التومر ولا في ايه كده، يعيد وبعدين نقعد الجملة كلها في الاخر الفعل. يا جماعة طب اقعد اقرا كل ده وفي والله واحك وكل عشان في الاخر الفعل ادوني الفعل يفضل في ايكي 17 يوم اتقن لغة القوم. او اسامة بن زيد 17 سنة ويقال كان 16 سنة وقاد جيش اللي كان فيه من متبوعينه سيدنا ابو بكر وعمر. حد حامل هم. انا اجيب الارادة دي ازاي؟ ده السؤال. طب انا احدد انا عايز اعمل حاجة وعايز يبقى لي قيمة في المجتمع وعايز اعمل ايه؟ اجيب منين الهمة دي؟ لما تشوف هناك، لما تشوف المستقبل، تشوف نفسك وانت ناجح، تشوف نفسك وانت محقق حاجة، تشوف نفسك طول ما انا عيني ومخي جايب اللاوعي عندي جايب الصورة اللي بعيد دي، خلاص لازم نتعب عشان نرتاح. حطها كده من كل فترة كده وكل مرحلة من حياتك، حط كده لازم تتعب عشان ترتاح. لما يجي مقارنة ما بين أهل الجنة وأهل النار، كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا في أهلهم إيه؟ مترفين، الأوبر جاية والعربية وكل حاجة تحويلات والدنيا ميسرة، فأنا دماغ يعني تكييفات قاعدة وعاملة كل حاجة متاحة سهلة. لما جه موضوع النت فصل كام ساعة وبعدين الكهرباء قطعت في الكومباوند، نادر جدا لما تلاقي الكومباوند قطعت فيه الكهرباء بالليل، بيطعبوا النهار والناس بره، لكن بيطعبوا بالليل دي قطعوا الكهرباء والنت مفصول. ايه ده؟ ايه الحياة دي؟ الحياة دي غريبة على فكرة. وبعدين كل العيلة طالعة بقى تبص لبعضيها، لا طلعتوا ظراف جدا ممتازين وقاعدين يتكلموا مع بعض. حتى اقول لو فعلا خلصت التكنولوجيا من الدنيا، هنقدر، وانا بكلمكم انتوا رجاله، هتقدر كراجل تعمل النار من الحطب وتقيد مش عارفه عشان تشعل النار وتتكبر ساعه لو ولعت دي تكبر، انت اكتشفت النار خلاص يعني خلاص هتشوي هتعمل هتتدفى. هنقدر نعيش في مخيم وبتاع وبعدين سحليه جنبك هتقتلها؟ مش ده انا بجيب لكم مش اللي براس بقى لا سحليه بس. هنقدر على القصه دي ولا تلاقي صرصار طاير تطلع تجري وراه؟ كارثه. احنا محتاجين نشتغل على نفسنا في 8 جوانب اساسيه. لو واحد فعلا واعي وعايز فعلا يعمل حاجه ويبقى جواه كده ابدا ما بقاش ريشه وما بقاش عرض، انا حد ليا قيمه وانا حد عايز افرح بيا النبي عليه الصلاه والسلام يوما ودنيتي، يعني وما دير ان ياخذ الاجرين، مش ده نص حديث النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه، ان انا اعمل للدنيا كانك تعيش ابدا واعمل للاخره كانك تموت غدا. فالاصل في الاثنين ايه؟ انا شغال على الاثنين، ليا نيه خالصه وليا مستهدف. الجانب الروحي ما انساهوش في الغربه دي، ما انساش الجانب الروحي. ليه؟ عارفين في الغربه ترفع شعار ايه؟ يوسف. طبعا احنا الحمد لله في الشتاء دلوقتي والناس متدريه والبنات متدريه الحمد لله وكله لابس وكده، فيعني كان في الصيف الدنيا محتاجه. واحد لسه بيكلمني بيقول لي اعمل ايه؟ والله انا ما اناش مسامح اي بنت. طبعا يرد عليه الفيمينيست بقى، انت ما تغض بصرك بقى، مش فلان، مش انت مش عارفه ايه.
يعني هيخض هنا ولا هنا ولا هنا، هيعمل روح فين يعني، يعني هيودي عينه فين يعني. ففتنة جامدة عليك انت فين. والله 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 الذي لا إله غيره، لولا حب من ربنا جوه قلبك ووعظ جواك وازع ديني كده يقولك بلاش. انت يوسف يا عم. انا مش يوسف بس الله يصلح، انا اخوه. لا انت يوسف، انك بس تشيح بوجهك كده يا علي الاولى لك والثانيه عليك، تعمل كده بس بوجهك كده بس. انت يوسف ليه اصافتها؟ اصلها دنيا وحشه قوي جامده يعني، وسكه الحريم وحشه صراحه، ولو شغلت نفسك بيها مش هتحقق حاجه. لما ابقى في غربه احافظ على نفسي وعلى دين صلاتي. ما هي ما هي ما هو ايه اللي هيديك القوه؟ وكونوا فاكرين الدنيا واقع مادي بس، مش كده. الناس فاهمه غلط على فكره، وده اللي مخلينا واقعين في براسن النظام العالمي اللي احنا فيه دلوقتي. الموضوع مش موضوع ايه روح واشتغل وهات. صحيح الكون قايم على السببيه، لكن احنا كمسلمين لنا جانب تاني خالص مش عند الناس، لنا جانب روحاني. ما تعرفش تبقى مخنوق، اقسم يمين بالله عندك كل مسببات السعاده، مليونير وبيموتوا منتحرين. ليه؟ عندهم الاسباب بتاعت السعاده ذات نفسها، يعني الاسباب موجوده لكن الله عز وجل لا ينفعهم بها. انا واخد دهاب موجود، موجود في كل حاجه عندي، لكن مش مبسوط جواك، في خنقه كده، مش مرتاح. الضحك هايس مع اصحابي وبتاع كده بس مش مرتاح. ليه؟ اصل انت فاقد الصله اللي بينك وبين الخالق، الصله اللي تخليك يا الحمد لله. يوم لما احب ادعي واقول انا على الاقل يعني على الاقل ما انا مش حاطط راسي في الارض ومطاطي قوي، لا انا ليا حال مع الله سبحانه وتعالى. هو ده الغربة، حفاظ على الهوية وحفاظ على قلبك وصلة بينك وبين ربك، هو ده عنوانك. أنا يوسف هذا الزمان. ده الجانب الروحي. اوعى صلاة تضيع، وتبقى أنت كده للي حواليك، ولما هيشوفوك حتى لو ما بتقولش سمتك وفعلك هيخلي اللي حواليك يقوم. في شاب عشان اتكلم قوي عشان بس ايه والله أنا شايفاه صاحب صاحبه وجدع جدا وزي الفل. الموقف ده حصل قدامي، انا طرقه اللي بعدي منها لازم اعدي على الطرقه ديت يعني عشان اخد المايكات والحاجه، والمسجد الناحيتي، فدخل يصلي، فطبعا الشله مش مصدقه انه بيصلي، وقفوا بره يحفلوا عليه. ساب الصلاه ساب الصلاه، هم مش مصدقين، فكله بيجيب التاني، فهو مركز مع كلامهم بقى خلاص. راجل ما صدقنا ربنا هداه وداخل كده ساب، ما حدش يقول لي والله. وانا اعرف الواد ده، حطه في اي موقف اعرف بس انه فلان موجود يشيل لك الليله، تعتمد عليه تعتمد عليه، خسار. انت بفعلك بفعلك الذاتي انت هتقدر تكمل صلاتك، حتى لو ما بتقولوش صلي هو هيصلي. ده جزء. الصلاه دي امر ما فيهوش كلام، يعني ما فيهوش بينا. قول لنفسك كده ما فيش بيني وما بين نفسي مره سطر او لا، بالنفس هاخدها بالعزيمه. رقم اتنين، لص الجانب الروحي، محافظ على نفسي، بيني وما بين ربنا حال قراءه حتى ولو ربع ولا حزب، حلو ما فيش مشاكل، المهم يبقى لك حال. انا اسمع اللهم بارك في بلاد كل ام، لسه اخونا سليم بيقول يعني حمل لكتاب الله وقال للشيخ فلان، قلت له الشيخ فلان، قال لي والله الشيخ فلان من عندنا، مش عارفه مين ركاني ومين محمد ايوب، اللهم بارك. ده حاجه تتنسى. ما بنروح مثلا ندي محاضرات، برضو كنت اديت لشباب زيكم كده في معسكر في الجاليه اليمنيه، حاجه كده اللهم بارك يعني صراحه. بتوع اليمن ان دولت يعني اول لواء ينصر الحق صراحه، اللواء اليمن قلوبهم تعشق القرآن. فلما بيقول انت حافظ، انت فين بقى من الكلام ده؟ معايا والله، بص معايا جزء عامة زي الفل، انا بس حمد ربنا جزء. انا عايزاك يعني تمام احفظ بس افهم المعنى ويبقى لك ده حال. رقم اتنين، الجانب الثقافي. بصوا يا جماعة، يعني انا كهالة مسامير، انا
يعني ايه موضوع التعليم بتاع النظام العالمي ده. يعني حتى اولادي يقولوا لي احنا في الجامعه، قلت لهم براحتكم انجحوا براحتكم قاعدين براحتكم، لكن هو نظام عالمي احنا مطالب ان احنا يعني نبقى على مستوى. انت مين؟ والله انا المهندس فلان، انا الدكتور، انا المبرمج الفلاني، انا الدكتور الفلاني. يعني هو بلد شهادات على راي المصريين، يقول لك بلد شهادات او عالم عالم كله، بس مطالب انك ليه ما تسمع الكلمه لما يجي واحد غير متعلم، مع ان والله ده موجود برضه، مش عايزه اقول كده عشان ما بخصهمش حقهم، يعني هو ملوش علاقه بالتعليم المتون. ولكن احفظ المتون عليه، متن القراءات، متن الحديث، متن الشعر الجاهلي، متن الشعر، حاجه كده اللهم بارك، قاموس علم قدامه. وبعدين قال انا بحب الفيزياء، الراجل تخصص في الفيزياء مع نفسه، بس مش كل الناس هتبقى كده، في ناس لازم يبقى فيه امتحان لازم مش عارفه يبقى فيه عشان يقدروا ينجزوا. موضوع الثقافة، أنا مع التعليم الموازي، أنت ماشي في جامعتك لازم تتفوق، لازم يبقى معاك شهادة، كلمة منك تتسمع عن اللي معاك إيه وتي؟ والله ساقط إعدادية يا شباب. يعني الكلمة بتسمع من المتعلم أو فلان أو اللي له مكانة أكتر، لكن ده جزء ماشي نظام عالمي، لكن في جزء تاني وده اللي أنا نفسي تطلعوا النهاردة بيه، التعليم الموازي، تعرف إيه عن الفلان او الموضوع الثقافي المعين، او لو نفتح اي موضوع مهارات اجتماعيه او مهارات علم، تعرف ايه؟ لازم تعرف حاجه عن كل حاجه وتتخصص في حاجه تبقى انت استاذ بروفيسور فيها. الجانب الثقافي ده جانب بيخليك لك قيمه في اي مجتمع انت فيه. مش يقول لك يا عم ده عيل مهيز دماغه فاضيه قاعد مش عارفه بيجيب ايه وبيقول لك ايه ومهرجانات ايه يعني ملوش، لكن لا. فالجانب التعليم الموازي ده او الثقافه الموازيه دي حاجه كملت بيها ولا المفروض طول عمرك في مرحله زواج، اديني بقرا على الحريم لازم اشوف دماغها بتفكر ازاي عشان الامصات والحاجات اللي احنا عارفينها ما لهمش مصالحه خالص، قاموس المراه اللي مالوش قاموس اصلا، لازم اقرا اتعامل ازاي في الفتره، ايوه طبيعي اتعامل ازاي واتكلم ازاي امتى، لما تزعل معناها ايه ولما تفرح معناها ما هو الزعل مش معناه زعل عند المراه عشان اقول لكم، يعني معناه عكس عكس في يعني مش له معاني تانية كتير. في جانب تاني لازم افهم فيه، مثلا جاي داخل على ابني مثلا او اعرف ايه في التربيه، يلا يا تذاكر ولا اعمل ولا احفظ زي ما قال كما ربنا، لا 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 لا, لا. ان وجدنا أبا، لا 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 خالص. ازاي التعليم بالحب والتحفيز بالحب، ازاي يعرف الله عز وجل هو كذا، لما تيجي بنت والله 4 سنين والموقف ده انا شفته بره، بحكي لكم على حاجات واحد شافها، جه قريبها بيعلمها لعب على التاب، طب بعد ما علمها قال لها شفتي بقى، شفتي ازاي بقى انا علمتك وكذا وتشان بس تعرفي، قالت له والله كاذب انت ما علمتني شيء، لا نهار انت لسه معلمه، قال له لا الله علمني، جابك انت بس سبب 4 سنين. الاب والام اللي جابوا طفل زي ديت ايه الوضع؟ لازم يكونوا فاهمين بيربوا ازاي، فده جزء. لكن احنا ما شاء الله علينا زي ما اهلنا احنا بدا لا لو الضرب يلا يطلع زي ما يطلع غلط. طب يبقى انا عندي الجانب الروحي والجانب الثقافي، عندي الجانب التوعوي اللي خاص بيك انت بقى دونا عن الناس، الجانب انا المفروض اكون واعي في ايه، بقضيتي بهويتي بعطائي، انت ناوي تعمل ايه للدين، ناوي تعمل ايه لامتك، ناوي تقدم ايه، ولو تعملوا ورشة عمل وكل واحد فيكو يكتب فكرة واحدة بس هو ذات نفسه كشخص أنا قادر أعملها، هو كشخص ولو بنسبة 1%، لو جمعنا 25 يبقى أنا عندي 25% يعني ربع منجز. اوعى تستقل ولا تستهين بفعل قد كده أنت بتعمله، اوعى. الجانب الاقتصادي لازم لك صنعة، يعني احنا انا ناس من المؤمنه بالحاجات دي، لازم لك حاجه مهاره، حاجه بايدك تعرف تعملها. ناس بتعرف تصلح موبايلات، ناس بتعرف مش عارفه في السوفت وير بتاع كمبيوتر، ناس انت بتعرف تعمل ايه؟ اعرف اعمل اي حاجه، لكن تيجي لمبه مش عارفه يقول لك والله مش يعني نجيب الكهرباء، يا عم لكبر لمبه تخوض وتشوف، ما عندك النت زي ما بتفتحه على جوجل على اي حاجه ما تفتح وتشوف. واعرف من الشباب والله 12 سنة و13 سنة زي الفل فكك
الجهاز اللابتوب كله شاشة والبتاع اللي تحت وركبها تاني. 12 و13 سنة. طبعا أنا بدي أمثلة، أنت شوف أنت ممكن تعمل إيه، لكن على الأقل المهارات الحياتية، تعالى محمد يعمل لنا ده، تعالى يا عبد الله اعمل لنا الحاجة الفلانية. الحنفية كان مش هجيب واحد عشان جلدة حنفية يعني. وده على فكرة أنا بقول أي شاب والله لو دكتور وكان وأعرف من الدكاترة، والله أعرف من الدكاترة وأساتذة الجامعة وسباك، سباك والتاني بتاع خشب أركت بيعمل البتاع لك، والتالت نجار، ما يجي مثلا حد بيتزوج وعايز غرفة نوم يقول لا أروح للدكتور فلاني هو اللي هيقدر، أنا عايزه التصميم بتاعه. مهارات، ودي صنعة الأنبياء. طبعا الكلام اللي أنا بقوله، كنت مع البنات مرة فالبنات يقولوا لي ايه، بص يا دكتورة هلا اللي انت بتقوليه ده حاجة حلوة قوي بس يعني فانتازيا، يعني كلام صعب علينا نعمله. انا اسأل سؤال، عايز يرفع ايده يرفع ايده، مين فيكو حاسس ان الكلام ده صعب تحقيقه؟ مين فيكو حاسس الكلام اللي انا قلته ده وشايف ان الكلام اللي انا قلته ده صعب تحقيقه؟ واحد. انا احييك الاول، والله كان عندي شنطه الهدايا كلها نسيناها في العربيه، اسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله لكم وعدا باساميكم تيجي. ها ها، مين تاني حاسس انه صعب؟ خليكم صرح على فكره. ممكن عندي سؤال. صعب او غير عملي أو الله. ده الجمال بقى، ده التفكير، الله يصلح حالك يا رب. لا انا رفعت يدي عشان صعب صح، غير عملي مستحيل حرفع يدي طبعا، وممكن لكن فعلا صعب يحتاج الى جهد كبير. صحيح، جميل. لكن هو لما اقول صعب ولا مستحيل؟ لما فيش مستحيل، لكن في في صعوبه. لكن ايه اللي يخلي الصعوبه تبقى سهله؟ ان انا شايف ايه؟ المستقبل. الله يفتح عليك، انا شايف قدام، شايف المستقبل. هنتعب. ما كان يجي مثلا يقول لي ايه، هو انت هتاخدي كليه تانية خلاف الكليه اللي انت، وثالثه ورابعه، ايه المشكله يعني؟ ما ناخد جامعات تانية. ويجي في سنه اولى، يا خبر ابيض، لسه فاضل 8 ترمات. ما انا بحسبها بالترم، وعندي 4 عيال، فموضوع محتاج موازنه. ده مش صعب بقى يعني، عيال وابوهم يعني. وبعدين فاضل 7 6 يعني، فاضل ترم خلصت. لما يجي مثلا يقول هتعملي رساله ثانيه، ما معديين ال 40 سنه وداخلين، نعمل رساله ثانيه وثالثه، ايه المشكله؟ تشتغلي علم لحد ما نموت. اليوم اللي بينطقوا فيه الدرجه بتاعت تعب الثلاث سنين جه في انك تشوف قدام، تشوف المستقبل. هو ده، هو صعب. ولو تفتكر انا اول محاضره قلت لك ايه، لازم نتعب عشان نرتاح. احنا مش عايزين نكون زي، استغفر الله، ان شاء الله يا رب مش احنا ولا انتم، قولوا امين، اللي اهل النار بيحاجوا فيه، يقول لك احنا كنا مترفين في الاهل، ودول كانوا ايه، كانوا مشفقين، والتانيين كانوا ايه، مترفين. ليه مترفين؟ راح. ما انت هترتاح في الدنيا هتتعب في الاخره، هتتعب في الدنيا هترتاح في الاخره، والله هتتعب في الدنيا هترتاح دنيا واخره. يعني اصل ربك عدل، لازم يذيقك حلاوه تعبك في الدنيا قبل الاخره. ربنا عدل على فكره وكريم ورحيم. المهم بتحدد، عشان احدد ده بتقول لك انا ما بعرفش اعمل الكلام. مين ما بيعرفش يكتب هدف بصفاته؟ الهدف له صفات. ما انت ما رفعتيش ايدك وهسالكوا حلوين، يحدد او يكتب هدف بصفاته. 1 2 3 4 حلو، جميل. الهدف له صفات. صفات الهدف انه يكون، يعني هي كلمه اسمها سمارت، اس ام اي ار تي. شوف كلمة اسمها سمارت، أي هدف لازم يكون سبيسيفيك، محدد، ما ينفعش كده. يعني أنا عايز في خلال سنة من بدء الأول الشهر دوت أكون حققت مثلا المهارة الفلانية، محدد. مش أنا عايز أبقى ناجح وغني وكلام عادي ولا نفهم منه أي حاجة، لكن أحدد أنا عايز أكتسب المهارة الفلانية، أنا عايز أعرف أتقن مثلا لحد بيبير أو جي. كلكم بتتكلموا تركي ولا حابة؟
خلصين يعني المستويات ماشي. عايز اخلص مثلا واخد مثلا التون مثلا او الليسننج مثلا بتاع اي هدف انت عايز، او انا عايز اخد برمجه، او انا عايز اخد حاجه في الانيميشن مثلا ولا الفوتوشوب ولا ايا كان. شوف انت عايز ايه، تحدده باليوم وبالساعه. خد يا محمد بوظنا لك الصفحه. اول حاجه محدد، ما يبقاش عادي، مخك ما بيفهمش العادي، عشان كده بتحصل مشاكل على فكره. حته بس كده اللي بعد الجواز تيجي للزوج تقول لك انت ما بتكلمنيش وانت مش عارفه بتعمل ايه وانت كرهتني وبقيتش تحبني كلام عام، مخك مش فاهم هي بتقول ايه، مش مستوعب. لكن هي لو حددت لك انا عايزاك من الساعة 3 ل 3 وربع كل يوم تكلمني على الواتس وتقولي بحبك بحبك بحب كده، يعني ده محدد، مخك يفهم كده. لكن كلام عام المخ ما بيفهموش. طيب مش جبر يعني، قابل للايه، للقياس، ينفع ان انا اقيسه. فبعد الشهر إيه انا اتعلمت قد ايه؟ انا اتعلمت بس ان انا احرك الفوتوشوب واحط اللون واعمل بس ايه تحديد. لا انا ان شاء الله هيبقى بعد الشهر ده هكون فعلا بعرف اعمل اعلان كده، او ان انا مثلا بعرف اعمل المتحرك او 3 دي مثلا. بيقعدوا كتير جدا 3 دي، يقعد ما اعرفش يعمل عشان الطياره وجناحها وبعدين السنة كتير جدا، عشان مثلا فيديو دقيقة يكونوا شغالين فيه بتاع حوالي اسبوع قبليها. المهم يكون قابل للقياس. من ضمن الحاجات انا حاطط هدف مثلا ان انا انصر امتي، عام ولا محدد الكلام ده؟ اعمل ايه يعني انصرها ازاي؟ ها نعم، مجال حقوقي، هنعمل مؤسسة، اعلامي، هنعمل منصة، ودلوقتي ما اسهل وجود المنصات وتوثيقها واطلع اتكلم بيها ككتلة او موطة. هعمل الفيديوهات اللي هي مثلا زي عندنا مثلا كان عملوا برنامج تطبيق كده ونزلوه عن الاندرويد والايفون، تتك عليه تعرف كلام بيبقى بيضحك زي شباب كلام الشباب والناس الامامير دول، وبعدين يخش منه على مستهدف. انت في فرحك بتعمل كذا غلط، انت في حياتك مع بر الوالدين بتعمل كذا غلط، بس بطريقه لطيفه وظريفه، بحيث ان انا ناوي اعمل وانشر القضيه، ناوي اعمل مثلا فيلم وثائقي ايا كان، مجال حقوقي، مجال اعلامي، مجال لا ناوي ادعم. انا اعرف من الناس الخيرين اللي ينفع يدعموا القضيه بطريق مباشر او غير مباشر. انت ناوي تعمل ايه؟ لازم يكون محدد. لكن انصر دي كلمه عامه. طيب اتشيفابل، يتحقق. قبل ان انا ينفع انه يتحقق، مش حاجه وهم كده في البتاع وقاعد. ثلاث عصافير على الشجره قرروا ايه، اتنين منهم قرروا يطيروا على الشجره الثانيه، كم عصفور هيتبقى على الشجره دي؟ ايه؟ كل الثلاث. الله يفتح عليك، الله يغفر لمحمد، ان شاء الله باذن الله يا اخ سليم يعني لكم ان شاء الله. والله ايه الشنطه انا اللي نسيتها، ان شاء الله انا ابعت لكم الهدايا دي باساميكم. الثلاثه فضلوا ليه؟ اصل هو هم قرروا بس ايه؟ ما نفذوش. هيفضل محلك سر، ما نفذش. فانا لما اقول حاجه عايز احققها ابتدي وتبقى فعلا قابله للتحقيق. وليه التحقيق ده له وسائل؟ انا احقق الامر ده ازاي؟ انا عندي دوره، انا عندي حد ممكن يساعدني. لا انا اعرف رجال اعمال كانوا عاملين امر فلاني في البلد الفلاني، فاحنا ممكن نقيس التجربه علينا. شو اروح وسائل. ولما قلت لكم نعمل عصف بس لمده 10 دقائق، ايوه كده زي ما بخبط دماغي كده، هتجيب ولا بص هتعصر دماغك 100 فكره نازله. المهم الوسائل بتاعت التحقيق عامله ازاي. الهدف الكبير احوله لمهمه، والمهمه احولها لنشاط، المهمه تبقى شهري، النشاط يبقى اسبوعي او يومي، وبعد كده يبقى ينفع ان انا احقق. لكن سايب كده ما ينفعش. اخر حاجه ان هي تايم، اللي هي بتبقى محدده بزمن معين، يعني لازم احط لها زمن. لكن حطيتها كده بدون زمن وبدون سايبها مثلا، ده هتبقى سنه سنتين ثلاثه، او منين بقى ما ربنا يعطرنا في اي حد غلط. غلط ليه؟ الحاجه اللي ما بتبقاش مزمنه
بتبقى ممطوطه زي ما اقول لك كده. عارفين نفسكم مثلا وقت ليله الامتحان بتعمل ايه؟ ممكن مثلا تخلص لك بتاع 200 صفحه مثلا في ساعه. المهم يا جماعه الاسئله مالك عشان ايه؟ انت عارف ان قدامك زمن معين لو ما حصلتش خلاص راحت الدنيا. لكن لو ممطوط يا عم السنه طويله بقى بكره يعني ربنا يسهل. فممطوط طول ما المهمه بتبقى ممدوده وممطوطه ما بتنجز، لكن لازم تبقى ايه؟ محدده بزمن معين. حرف الارش كان ار. نسيت الار ايه؟ والله نسيت. لكن انا نفسي نطلع من 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 كلامنا النهارده بكذا حاجه. اول حاجه انك انت تبقى عارف انت عايز ايه ومحدد وشايف هدفك انت عايز ايه. رقم اتنين، شغال على كذا جانب مع نفسك، جانب الروحي، جانب الثقافي، جانب الاجتماعي. تعرف تتكلم ولا انت بتتكلم على الشات بس؟ يعني على الشات تبص ليهم متحدثين يا براعة غير عادية بصراحة، والمشينات راحة وداخلة والقرد اللي عامل كده وبتاع، يعني حاجات تحفة كده. وبعدين تيجي في الأرض الواقع، ليه يا ابني كده؟ يا عم انت راجل. يقول لك لا 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 لا، كأن وسائل السوشيال خلتنا يعني صراحة زي الروبوتات. لازم تعرف تتكلم، وما تبقى في مجتمع بتقول وتبتدي الحديث وتعرف تدير موضوع. فين المهارات الاجتماعية بتاعتك؟ وفين التواصل؟ فين علاقاتك؟ في عندي نجم، في النجم الأوحد ده ضارب، يعني عنده الإيجو والكلام ده، أنا بس واللي حواليا، يعني أنا الطاووس والباقي فراخ، يعني لا. وفي النجم القدوة المجمع، هو نجم، هو مدير وبيعرف يدير البتاع، بس مش لوحده، هو والفريق. ده بإيه؟ بالعلاقات. بعرف أثر في الآخرين. في قائد اجتماعي وفي قائد إداري. قائد إداري بتاع أوامر بح تك 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 كذا، قعدوا بقى مع المفكر يقتلوا بعض. ما يعرفوش يعيشوا مع بعض. هات لك مدير كده بصري وقيادي ومعاه مدير تاني ولا تحت، ما يعرفوش يعيشوا. واحد بتاع أوامر بح، واحد بتاع مفكر، والتاني بتاع إيموشن بقى. فتبص تلاقي ما ينفعوش معاه، لكن في الشخصية ينفع تجمع التلاتة. مستي كراجل، انتوا رجاله في عيني، مستي كراجل نجاحي في خيركم من خلط الناس وصبر على اذاهم، ده اللي عنده مهارات اجتماعيه. يعني يعمل عليا ده انا مش عارف اعمل في ايه واسوي في ايه واقف عن خلي اللي قدامك يلتزم حده في الادب معاك، بالذوق وبالطريقه، مش شرط بال. انا اعرف اخلي اللي قدام نحترم بعض ونعمل بعض، لكن تيجي تتعدى عليا او كذا ومعديني او تلطشني قلم ولا شلو، لا لا لا، يبقى لك كده قيمة. مش بقول لك اعمل لك لا لا لا، بس في حدود اللي قدامك يعرف، مع جانب الأخوة اللي احنا اللي بينا يعني إيثار وحب، واللي عندي عندك وكده. وانا دايما بشوف في الشباب صراحة بفرح جدا جدا، دايما بلاقي الشباب روح اللي ما بينهم تعاون. يا عم تعالى ده انا جاية الأسئلة بتاعت مش عارفة مادة دي، تعالى خد، تعالى مش عارفة ايه كده. حلو حلو الروح الجميلة دي، لكن النفسنة والحاجات دي مش من صفات الرجال على فكرة. عندك جانب اقتصادي زي ما قلت لك، جانب اقتصادي بتعرف تعمل حاجة، عندك مهنة، عندك مهارة في ايدك، وده شيء يعني صراحة انا يعني اما ابقى في وسط مجموعة شباب ولا رجال، لو واحد فيهم عارف يقفل شنطة سفر ولا وبعدين يقفوا عليها و12 يعني مش عارف يدير شنطة، وواحد مش عارف يركب اللمبة وينادي الراجل التعميرجي بتاع السيتا اللي هو فيه، او مش عارفة يعني، مش احنا على فكرة، ممكن يكون ناس تانية لكن مش انتوا. انا عايزك تتحط في مكان تبقى انت، بص مش عايز اقول الشمعة، الشمعة دي بتحترق، انت نور المكان. معروف محمد في مكان، محمد ده جه خلاص احنا كده قلبنا على قلبنا مراه. وكتير جدا ويسألوا النساء العواجيز اللي زي خليك وهالة كده، ما يبقى مثلا في مشوار ولا في حاجه ولا في مؤتمر ولا في يوم مثلا مجمعين في ناس جايه من بره والهنا، هيصه كبيره، هيصه كبيره، وناس فلان موجود خلاص خلاص احنا كده مرتاحين. ليه؟ عارفين انه هيشيل.
لازم تبقى كده، حد يعرف يعتمد عليك علشانك وعلشان أمتك وعشان نفسك قبل أي حد على فكرة، علشان نفسك وعلشان الرعية اللي هتبقى معاك. آخر جانب، الجانب الرياضي والصحي. بنعرف طبعا ما شاء الله احنا يعني يعني عن نفسي مثلا في مصر يعني العربية تيجي من هنا لهنا، العربية بسيرة من هنا خلاص، لا بنمشي ولا فيش الكلام، لكن هنا بقى انت طالع مطلع يعني شو انت طالع مطلع الشارع، العربية بتبقى واقفة كده في المطلع ده، ونلاقي الناس كبار في السن وشايلين الشنط وظهرهم مستغرب، وانت طالع مفاستك مفاستك ونفسك رايح ومش قادر تطلع ولسه شاب. انت محتاج انك تشتغل على نفسك وعلى صحتك. ما بقولكش اعمل السكس باكس والتراي والباي وبتاع، مع ان ده شيء طيب على فكره، يعني ده شيء ضعفه جدا، لكن لازم تكون قوي الجسد. المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلهم خير، ولكن لما تبقى قوي. على فكره دايما كانوا يقولوا لنا اللي جاي من الاسيا ومن الشرق الاسيوي، وده اصلك اوعى تنسى، مهما شرقت غرقت ده في دمك، دولت الناس اللي عندهم قوة عزيمة وبتاع، ودول يتحطوا في مقدمات الحروب في أي غزو، كانوا يتحطوا في المقدمة. ليه؟ قاطرة اسمهم كده، انت بتتسمى كده قاطرة، شفت القاطرة اللي بتجر الديزل أو الأرض، انت كده. ليه؟ طباع الجبال وطباع انت فيك ده، مهما حصل وغر علينا الزمن، مهما كان الدنيا عملت فينا ايه دلوقتي، بس ده أصلك، ارجع له. أيوة ده أصلك، عندك من قوة العزيمة وقوة التحمل والكلام. ما تبصش نفسك دلوقتي، يعني ممكن يكون دلوقتي يعني الحياة المدنية يعني المدن، لكن اعرف ان انت ده كان أجدادك في وقت من الأوقات، وكانوا دايما يقولوا الناس اللي جايين من بتوع الأفغان، الناس اللي جايين من كل الشرق ده، دول حاجة، دول يتحطوا. ليه؟ مش زي التانيين بتوع الشرق الأوسط اللي هما اللي على البحر والشيطة والزرع والطيبين دول، لا، دول اللي اعتمد عليهم، ودول رؤوس كل لواء من اللواءات. انا يعني مش عايز انهي كلامي الا لما نبقى طالعين بشويه اتفاقات. حلو، قعدنا وسمعنا والحمد لله، يعني فرحانين وضحكنا، لكن هتطلع تعمل ايه؟ ده كل واحد مع نفسه يكتب في النوت النهارده دلوقتي، أنا عندي هدف شايفه في المستقبل اسمه كذا، على الله سبحانه وتعالى أجيلكوا السنة الجاية لو ربنا أحيانا وما متناش والقيامة ما قامتش ومعركة هرمجدون بدأت وخلينا ننصر الدين بقى، خلينا نخلص، وأقول لكم يا محمد اللي قلت لي اسمك بقى خلاص، نعم، عملت إيه؟ ها؟ إيه الأخبار؟ أنت اسمك إيه؟ سعيد، اللهم اجعلك من أهل السعادة. وأنت اسمك إيه؟ صهيب، اللهم هفتكر الثلاثه دول. وانت اسمك ايه؟ مؤيد. الله، ايه ده، الله يجعلك مؤيد من السماء، اللهم امين. حلو الاسامي دي. اجي اسالكم عملت ايه، حطيت ايه، حققت كم خطوه؟ والله لو كانوا ألف خطوه وبديت بواحده، ما غاب من حضر يا جماعه، واللي جه متاخر احسن من اللي ما جاش. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير والعزه والبركه، ويفتح بيكم المجالات كلها، ويفتح بيكم الافاق، ولعل القعده بتاعتنا الرباعيه دي ادعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا بيها يوم القيامه، ويبقى النبي عليه السلام هنا. قولوا امين يا رب. ويقول لك يا مؤيد، يا صهيب، يا سعيد، تعال، انت كنت حاضر محاضره في 2021 وكتبت ونويت وفعلت. اللهم أعزه كما أعز الإسلام، ده دعاء النبي لمين؟ لسيدنا مين؟ لسيدنا عمر. ده دعاء النبي لسيدنا عمر، أعز الإسلام وعزه بالعمرين، وفعلا كان سبب للعزة. يجعلكم ربنا كده، قولوا أمين. وأولادنا وأولاد المسلمين، وجعلنا يا رب خطوة في طريق النصر. الواحد الفرح الحقيقي صراحة بتبقى فيه غصة كده، غصة لما تلاقي حد من هويتك ولا دينك ولا يعني أقول إيه مستضعفين، وتزعل قوي. ليه؟ أصل أنت أمة العزة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بس إن كنتم مؤمنين.
أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، طولت عليكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. شكرا. أشكر الدكتورة هالة سمير على حضورها الباهي ومعلوماتها القيمة. أنا صراحة كتبت كلمات بس حبيت إني أرتجل أوصل شعوري لك. صراحة استفدنا كثير بجيتك وسعيدين جدا. كان ودنا إنه المحاضرة تكمل وناخذ معلومات أكثر. الشباب إذا عندهم أسئلة تفضلوا. يعطيكم العافية. طبعا حضورك ودنا نهديكي درع بسيط متواضع من جمعية أركان. الله، هذا الدرع يرمز لعملة أركان القديمة. أيوة نعم، سيدنا أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. الله والله شكرا. جزاكم الله خيرا. شكرا لكم. الله يبارك. تمام. الله يبارك. شكرا لكم وسعدت بيكم يا رب. جزاكم الله خير.